متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، بالضبط من الحي الصناعي بمدينة بن سليمان. فمتابعينا الكرام، كما كتعرفوا كاملين أن الحي الصناعي منذ التأسيس ديالو فكل ساكنة المدينة كل عجب الحال وقالوا الحمد لله أن بن سليمان ما غايبقاش العقدة ديال مدينة سياحية، كما كيقول كل شيء أن مدينة بن سليمان مدينة سياحية. فمني شافوا الحي الصناعي غير بدا بنيت بن سليمان كلشي فرح عليه، كلشي نشطوا الناس، قالوا الحمد لله ما بقاوش كما كيقولوا الناس كاملين. فالمشكل الكبير هو اللي كنسالوا عليه كلشي، شنو هو جديد الحي الصناعي؟ يعني الحي الصناعي كما كتشاهدوا معنا شنو هو الجديد ديالو؟ وشحال من وحدة صناعية خدامة في هذا الحي الصناعي؟ السؤال هو شحال من وحدة صناعية خدامة في هذا الحي الصناعي؟ السؤال هو شحال من وحدة صناعية خدامة وشحال من وحدة صناعية اللي ما خداماش في هذا الحي الصناعي؟ يعني الحي الصناعي فيه بزاف الوحدات الصناعية، كاين اللي خدامين كاين اللي ما خدامينش. السؤال المطروح هو شحال من وحدة خدام في الحي الصناعي وشحال من وحدة ما خداماش؟ وبالرجوع للوحدات اللي خدامين، بغينا نعرفوا واش احترموا دفتر التحملات فيما يخص عدد العمال. يعني بطريقة أخرى، هاد الحي الصناعي اللي خدام عادي، واش الوحدات اللي خدامين واش محترمين دفتر التحملات اللي هو فيما يخص عدد العمال ديال هاد الحي الصناعي؟ حتى كنشوفوا ان البطاله بن سليمان مازال هي البطاله بالمدينه مازال هي. وبالنسبه للوحدات اللي ما خدامينش، كنسالوا السيد العامل مشكور، علاش لحد الساعه ما خدامينش؟ يعني علاش ما تزادت حتى وحده صناعيه جديده بالمدينه؟ وعلاش بعض الوحدات الصناعيه كما شاهدتوا معنا في البث المباشر بقات خراب واطلال، وبعض الاخر عباره عن اراضي عاريه؟ هذا المثال قدامكم، بعض الاخر عباره عن اراضي عاريه. متابعينا الكرام، وشنو كيقول في نظركم، شنو كيقول القانون في هذا الموضوع؟ هذا سؤال مفتوح للكل. يعني الحي الصناعي بعد ما تم انهم عطاهم الحق باش يبنوا حي صناعي، كلشي فرح، الساكنه فرحات، كلشي فرح. يعني قالوا غنتهناو ونحلوا ديك العقده، لان مدينه بن سليمان مدينه سياحيه، يعني غادي في فرص شغل، غنحاربوا البطاله، شحال من حاجه، الناس كلهم فرحوا. فاذا بهم من بعد كيتفاجئوا باللي الحي الصناعي ما خدامش، بعض الوحدات في الحي الصناعي ما خدامينش، وبعض البنايات تبناو كما كتشاهدوا معنا، تبناو بعض البنايات ولكن فقط بنايات بدون وحدات صناعية بدون عمال. فكنتسائلوا شنو جديد الحي الصناعي؟ فالسؤال شنو هو جديد الحي الصناعي وشحال المدة ديالو، وكذلك شحال من وحدة صناعية خدامة؟ يعني في الحي الصناعي كما كتشاهدوا معنا، شحال من وحدة صناعية خدامة فيه وشحال من وحدة صناعية اللي ما خداماش في الحي الصناعي كذلك؟ ولكن بالرجوع للوحدات الصناعية اللي خدامين، بغينا نعرفوا واش احترموا او محترمين دفتر التحملات فيما يخص عدد العمال، بلا ما ندخل للتوقيت اللي شحال واحد كيخدم واش على التوقيت ديالو السوايع وداكشي، فقط ان ولاد الاقليم واش خدامين ولا ما خدامينش في هذا الحي الصناعي. حيت كنشوفوا كاملين، واي مواطن سليماني كيشوف باللي البطاله باقا هي نسبه البطاله باقا كثيره. وبالنسبه للوحدات اللي ما خدامينش، كاين بعض الوحدات اللي ما خدامينش، كنسالوا السيد العامل مشكور، علاش لحد الساعة ما خدامينش وعلاش ما تزادت حتى وحدة صناعية، وعلاش بعض الوحدات الصناعية بقات خراب وأطلال والبعض الآخر عبارة عن أراضي عارية؟ متابعينا الكرام، فكنسألوا السيد العامل مشكور، علاش لحد الساعة ما خدامينش وعلاش ما تزادت حتى وحدة صناعية؟ متابعينا الكرام،
فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، انتوا معنا في بث مباشر من مدينه سليمان، بالضبط من الحي الصناعي سليمان. كما كتشاهدوا معنا النساء مازال كيجيو كيدفعوا هنايا، الشباب كيجيو يدفعوا هنايا في الحي الصناعي فبدون رقيب. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، ف منذ تاسيس الحي الصناعي مدينه بن سليمان السكينه كلها عجب الحال وقالوا الحمد لله بن سليمان غتحيد العقده ديال المدينه السياحيه كما كيقول كل شيء جامع، وغتولي مدينه يعني غنحاربوا فيها البطاله، غتولي مدينه يعني تخدم الشباب ديالنا، تخدم الشباب الاقليم اللي هو طالع كما كنقولوا. ولكن كنسالوا شنو هو جديد الحي الصناعي، يعني شنو هو الجديد ديال الحي الصناعي، وشحال من وحدة صناعية اللي خدامة، شحال من وحدة صناعية خدامة في الحي الصناعي، كذلك شحال من وحدة صناعية اللي ما خداماش. وبالرجوع للوحدة الصناعية اللي خدامة بغينا نعرفوا واش احترموا دفتر التحملات متابعينا الكرام فيما يخص عدد العمال، لأن البطالة مازال هي هي. وبالنسبة للوحدة اللي ما خدامينش كنسالوا السيد العامل مشكور لحد الساعه علاش ما خدامش لحد الساعه وعلاش ما تزادت حتى وحده صناعيه جديده بالاقليم، وعلاش بعض الوحدات الصناعيه بقات خراب واطلال والبعض الاخر عباره عن اراضي عاريه، وشنو كيقول القانون في هذا الموضوع. اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان، بالضبط من الحي الصناعي بمدينة بن سليمان.